داخل محافظة الدقهلية. احنا موجودين معاكم من امام محكمة جنايات المنصورة، بنتابع مع حضراتكم اولى جلسات محاكمة المتهم بالتخلص من حماه بعد بالاتفاق مع خطيبته ووالدة وابنة المجني عليه. وقع أليمة جدا شهادتها قرية أبو تشيشة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية. منا اللي عمرها 15 سنة اتفقت مع خطيبها محمد اللي عمره 21 سنة انهم يتخلصوا من ابوها اشرف السعيد عمره 48 سنة فني الكترونيات، بسبب هي حسب ما قالت في التحقيقات انه كان بيعاملها بقسوة وانها خايفة ان هو يتجوز قبلها وانه كان معارض انها تتجوز قبل ما تتم السن القانوني، فاتفقت مع خطيبها انهم يتخلصوا منه. منا سلمت خطيبها السكينة، سلمت خطيبها الملاية اللي لف أبوها فيها، والمتهم استدرجه بحجة إن الموتوسيكل أو التوك توك بتاعه فيه عطل، فالمجني عليه راح له الجراج فبخته أول مرة بضربة وبطعنات متتالية حتى سقط قتيل. بعدها لفه في الملاية اللي سلمتها له خطيبته وبنت المجني عليه ورماه في الترعة. النهاردة أولى جلسات محاكمة الشاب المتهم أمام محكمة جنايات المنصورة. إحنا معانا شقيق المجني عليه، هيحكي لنا تفاصيل الواقعة بالكامل. الواقعة بدأت من يوم الأربعاء، كان يوم 17/1. ان انا كنت بشتري قطعة ارض وبدور على ان اخويا يبقى موجود وانا بشتري الحتة اللي انا بشتريه، فرنيت عليه التليفون مقفول. رنيت على بنته قالت لي بابايا واحد كلمه ان هو يروح يصلح له شاشة عنده. قلت لها طب هو مين الواحد ده منه؟ قالت لي معرفوش. ورحمت مامتي معرف هو مين ولا شفته ولا. قلت لها طيب باباكي تليفونه مقفول والمحل مقفول؟ قالت لي معرفش، ولو لقيته بقى ايه طمنش وعرفه. قعدت ادور على اخويا ما لقيتوش، ادور ما لقيتوش. لما انا بدور عليه من يوم الاربعاء، لما التاني يوم وانا بدور عليه يوم الخميس الظهر، كان خلاص كده عدى 24 ساعة ومانيش لاقيه. رحت ابلغ في المركز عندنا في مركز بلقاس ان اخويا متغيب بقاله 24 ساعة مش لاقيه. قالوا لي هو عايش مع مين؟ قلت لهم عايش مع بنته اللي معاه في البيت. قالوا لي طب احنا عايزين بنته. اتصلت على ابن عمي، جاب بنت اشرف وجه. ولما جت وصلت المركز ودخلت للمأمور عشان يسألها، جت مكالمة من رقم غريب. واحنا واقفين في الطرقة قدام اوضة رئيس المباحث. جت المكالمة بتقول واحد كلمنا بيقول لو في حد قريبكم بتدوروا عليه هتروحوا هتلاقوه ملفوف ومرمي عند الفخارة. قالوا مفيش، قالوا التليفون اتقفل. كلمنا رئيس المباحث قلنا له جاي مكالمة من الرقم ده بتقول كذا. قام بالفعل خد قوة معاه وخدنا معاه ورحنا في المكان اللي اتقلنا عليه. رحنا فعلا لقينا اشرف، جثه اشرف هناك ملفوف ومرمي هناك. ربنا يرحمه. طلعوه وجي الطب الشرعي وجي دوروا وفريق البحث الجنائي جم دوروا، فعلا لقوا الجثه جثه اشرف السعيد. اكتشفتوا بقى ان المتهمين دول ازاي بقى؟ لما خدوا الملاية اللي أشرف ملفوف فيها وروا الملايات لنا، أختي شافت الملاية عرفت. أخت حضرتك اللي اتعرفت على الملاية؟ لأن أختي كان بيتها قريب من بيت أشرف وكان أشرف دايما سره معاها. ولما جينا نجوز أشرف كان أشرف قال لها بقى إيه، لم الملايات القديمة والحاجات القديمة بقى إيه طبقها وحطها في جنب يا أم اللي هي بتاعت مراته. الحاجات دي كانت بتاعت مراته الأولانية خالص اللي هي أم من فاختي لما شافت الملايه قالت الملايه دي من دار اخويا اشرف وانا اللي مطبقها بايدي وعليها الورده ده. راحوا فريق البحث الجنائي دوروا في البيت ولقوا فعلا حاجات بتثبت ان القاتل دخل البيت ده او هو قريب قوي منه. ما خرجش بره البيت.
فابن عمي عبد حميد السيد عبد حميد قال انا شفت نقطتين دم في التوك توك بتاع خطيب بنته، وانا رنيت وكلمت امل اختي عشان تيجي تصور، الولد خد باله خد التوك توك وجري بيه راح مسح الدم وجه عشان ايه ما يثبتش عليه حاجه. فهم لما سالونا قلنا انتوا بتشكوا في مين؟ قلنا لهم احنا بنشك في الولد والبنت، بعد ما الملايه تبقى من البيت والدم في التوك توك يبقى كده احنا بنشك في الواد والبنت. وبالفعل خدوا الواد والبنت وكل واحد اتحط في اوضه في الحجز في بالاس او في الشوامي، وسالوهم من ورا بعض، سالوا البنت قالوا لها الولد قر عليك ان انت اللي قاتله وانت وانت، قالت لا ده انا اللي اديت له اداه الجريمه، اديت السكينه والملايه من يوم الثلاث عشان يقتل ابوها، وكانوا مخططين سوا هما الاثنين، لكن هي ما راحتش في مسرح الجريمه. و طبعا لما حصل الكلام ده قروا بقى على بعض، قروا على بعضه السبب، لما الوقت مش لاقيين سبب، احنا مش لاقيين سبب. طالما هو بيقول كده لا ده نقول الحقيقه بقى، ده نزلنا من البيت يوم الثلاث وهو اللي قام بالجريمه. علاقتها علاقة يعني علاقة أم مش أب، علاقة أم ببنته، يعني أشرف أخويا كان بيخاف على بنته دي بطريقة، كان هو أبوها وأمها بنته الوحيدة صح؟ أه كان هو أبوها وأمها، حتى عندنا في البلد العيشة تدا ما يكونش هو في المحل، يكون قفل ومشي عشان بنته، بيخاف على بنته. أه جايب جايب لها فعلا، جايب لها والله، لا لا لا، وكان عايز يجيب لها احلى حاجه، كان عايز يجيب لها احلى حاجه، وكان عايز يخليها حاجه ثانيه. كان في اقاويل قالت ان هي كانت عايزه تتجوز بدري على السن، هو كان رافض عشان خايف عليها، هو كان رافض ان سنها القانون لسه ما الزمش انه يقعد مع الناس ويقول لهم انا قيمتي كذا وده بكذا والكلام ده ما ينفعش. يضمن حقوق. احنا كنا جوزناه. علاقتها بقى بزوجة والدها كانت عامله ازاي؟ علاقتها بزوجة والدها علاقة عادية، بس هي اعترفت لما حصل اللي حصل دلوقتي، بتقول انا بقيت احط تراب في الرز في الاكل واجيب شعر واحط عشان ان ابويا ايه يضربها ويطرد على بيت اهلها ويطلقها، وده بالفعل اللي هي خططت له حصل. انفصل عنها على طول ضربها، وجماعه طلبوا الطلاق وقالوا خلاص كده ما عندناش هنعيش مع بعض، وطلقت منه. بس هي فعلا انسانه محترمه وقريبه ناس محترمين وكل حاجه بنت الوقت. قولي بقى لما عرفت ان اللي ورا وقعت حياتها بنته خطيبها، قلتوا ايه الاحساس كويس ساعتها؟ احنا كنا لو طلناهم في الوقت ده كنا عملنا حاجات كتير، بس طبعا هم بقوا في ايد الشرطه. يعني اتصدمتم بالقصه؟ احنا اتصدمنا، ولما رحت جبت الورق من النيابه وقراته انا بقيت في ذهول، بقيت قاعد كده مذهول من اللي انا بقراه. هي ازاي بيحبها وعامل كل ده وفيها في الاخر ساعد خطيبها؟ استغرب يعني ازاي انا افتح لك بيتي، يعني خلي البنت سنها صغير 15 سنه وانت عندك 21 سنه، وانا فتحت لك بيتي وامنتك على بنتي وعلى بيتي وعزومات ليك ولقرايبك، يعني المفروض كان تمر فيه العيش والملح. النهارده اقول لك جلسات بتطلب ايه؟ انا بطالب باعدامه، وبطالب باقصى العقوبه للبنت، بطالب باقصى العقوبه له، لان انا بتمنى لها الاعدام، بس هي سنها خادمها يعني. لا هو ما كانش فيه خلافات، هو بس كان بيزعل منه ان هو مثلا يعني كان عايز يجي في الاسبوع مرتين او يجي وقت ما يجي، فكان اشرف يقول له لا ما تجيش الا يوم الجمعه، ابقى انا قافل المحل وقاعد وايه وتيجي وتقعد عادي. حطيت له حدود للخطوبه يعني في كل بيت، يعني ما كانش في بينهم خلافات ولا كانش في بينهم؟ لا 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 ما كانش فيه خلافات. طب
اشرف اخويا علاقته كويسه بالدنيا كلها، حتى مع خطيب بنته ومع الكل. انا بنستغرب اصلا من اللي حصل، ما نعرفش هم عملوا كده ليه. مفيش سبب، مفيش سبب لكده. لا وفي حاجه برضه، يعني البنت سنها صغير، البنت سنها صغير، وانت سنك 21 سنه، انت اللي المفروض تقول لا. مش انا مش عايز ارمي اللوم على حد فيهم، هما الاثنين في مركب واحده، هما الاثنين في مركب واحده. انا بتمنى والله بتمنى لهم الاعدام. قول ايه مني لو شفتها؟ اقول لمن، اقول لمن حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا منى، زي ما كنت مستكتر على ابوك نفسه في الدنيا، برضو عمامك وقرايبك برضو، احنا ما قلناش عايزين نفسك في الدنيا يا منى بعد اللي انت عملتيه. انت قابلتها بعد الوقعه، بعد ما اتضرب عليها؟ لا 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 لا، ولا عايز اشوفها، ولا عايز اشوفها، ولا اعترف بيها، لان هي قصرت رقبتنا، خلت البلد كلها تتكلم عننا، مع ان احنا ناس محترمه، لا بنغلط في حد ولا حد بيسمع عننا. يا رب يا رب.